للأسف الشديد القناة دي تم تهكيرها من 8 أيام بالظبط. أنا متابع جيد للقناة دي ولكن قعد فترة ما بينزلش. النهاردة ظهرت قدامي بعد اختفائها لفترة طويلة جدا، واكتشفت إن القناة كانت متهكرة. طبعا قناة بالشكل ده بالحجم ده اكيد طبعا فاهم ايه الروابط اللي ممكن يدخل عليها وايه الروابط اللي مش ممكن يدخل عليها، ولكن لازم تكون عارف في التهكير مفيش كبير. اسمع مني الكلام ده، لان الكلام ده صدقني انا ممكن اكون بنصحك وبعد ساعة اقع في نفس الموضوع ده، فلازم دايما تكون مشغل مخك. مفيش كبير في الموضوع ده، والمتسلل او المهكر او اللي عايز يسرقك بيدخلك من ثغراتك، بيدرسك كويس جدا جدا جدا، اسلوب طريقة تعامل، بيدخلك مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة علشان يشوف رد فعلك ويشوف انت اصلا بترد على الرسالة ولا لأ، وغيره 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 من الكلام ده. انا هقول لحضرتك بالفعل الناس اللي زي دي او الرسائل اللي زي دي اللي بيقول لك تعالى نطور ونزود ارباح اليوتيوب وانت ادخل معانا بس وغيره، من الله يا جماعه احنا بنوصل 990 الف زياره العامة التجاريه ونعلي السي بي ام وبعد شهرين بقى 6 دولار و625 يلا هندخل لك مبلغ، ونبدا نقول لك يلا انا مهتم جدا بالفيديو بتاعك وحبيت جدا اسلوبك وطريقه تقديمك وغيره من الرسائل الخطيره والخطر على قناتك، وحضرتك طبعا مش واخد بالك مش فاهم. بيجيلك فترة كده بتكون مغيب، اي جيميل بيجيلك بترد عليه بدون وعي. انا بكلم القنوات الكبيرة والصغيرة يكون عندها علم بالموضوع ده، لان اللي جاي صعب جدا، والناس دلوقتي بدأت تدخل ليك من ثغراتك، وثغراتك بتكون واضحة خصوصا انك على اليوتيوب بشكل دايم وشكل مستمر، فبتكون اخلاقك ظروفك طريقة رد فعلك بتكون واضحة. فانا خايف عليك وخاف على قناتك، ما تتعاملش مع اي حد. انا عندي جيميلات من دي كتير جدا 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 جدا، ولكن انا مش خايف ارد، لا انا مش عايز ارد. انا عارف ان القناة مهكرة ورسالة غير مرغوب فيها، وعارف ان الناس ديت بتعمل حاجات غلط، وعارف وعارف وعارف، ليه ارمي نفسي في التهلكة؟ فعشان كده عايز اقول لحضرتك وانصحك نصيحة لوجه الله، ما تردش على اي جيميل انت قلقان لو للحظة منه. لازم تكون عارف ان اي رابط بيبعته لك علشان تحمل اي ملف مضغوط سواء PDF او غيره او غيره او غيره او غيره ممكن يؤدي الى تهكير قناتك، وده اللي حصل مع اخونا الغالي المحترم. انا خايف عليك عشان كده طلع اقولك انا بنصحك لوجه الله، وكل مرة هطلع انصحك، لان صدقني انت في الوقت ده بتكون مغيب، وهو بيستغل النقطة دي وبيضربك في مقتل. عايز تضرب في مقتل؟ خف على نفسك. كان معاك اخوك المتوحد فكرة، اللي دايما في خدمتك على فكرة، فوق يا فاروق، علشان القناة مش مجرد قناة، ده رأس مالك، ده مستقبلك، ده مشروعك، فلازم تخاف عليه. شكرا.